بسم الله الرحمن الرحيم. There were reports that you had suspended talks. No, that's not true. Not true. So you think, if you were to characterize it, are you close? Every day we get closer. ما كان سرا بالأمس أصبح اليوم على العلن دون حياء أو خجل. يعلنها محمد بن سلمان ويكشف الستار عن علاقة السفاح التي تربطه بالكيان الصهيوني خلال السنوات الماضية، مؤكدا كل التسريبات التي كانت تتحدث عن علاقة سرية تجمع بين الطرفين. كأن الخيانة أصبحت مدعاة للتفاخر على الملأ. نفى ابن سلمان أي أخبار تتحدث عن توقف محادثات التطبيع بين المملكة والكيان الإسرائيلي خلال الآونة الأخيرة، مؤكدا بشكل علني أن بلاده تحقق تقدما ملحوظا في هذا المسار الذي يحقق تقدما سريعا. خلال مقابلة له مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية أجريت في جزيرة سندالة غرب المملكة، كشف لأول مرة بصورة رسمية عن موقف بلاده من قضية التطبيع مع إسرائيل، وهي القضية التي كانت قد شهدت جدالا وسجالا كبيرا على منصة الإعلام والتواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة بين مشكك ومؤكد. لكن ابن سلمان استطاع خلال سنوات تسلطه على سدة الحكم في المملكة من ممارسة شتى أنواع القمع والبطش بأي صوت رافض للتطبيع، وتهيئة الأجواء في المملكة لتقبل هذا النوع من العلاقات التي تمكن الكيان الصهيوني في المنطقة العربية وتعترف بشرعيته باحتلال الأرض الفلسطينية وقتل الفلسطينيين. لم يخف الإسرائيليون فرحتهم بهذا الإعلان وهذه الجرأة من صبي الجيمينج، فخرج رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في خطابه بالأمم المتحدة محتفيا ومبشرا صهاينة العالم أن التطبيع مع السعودية سيؤدي إلى تحول جذري، ليستمد الجرأة هو الآخر ويكشف عن مشروع الممر الدولي الذي تم بدعم النظام السعودي لدمج الكيان الصهيوني في المنطقة وجعله أكثر تأثيرا بتحويل طرق التجارة العالمية لتمر عبر الأراضي المحتلة وتصبح تحت. لعدة سنوات عملنا مع الحكومة السعودية على ضرورة إزالة كل ما يشير إلى التعصب تجاه الجماعات الدينية الأخرى في المناهج التعليمية في السعودية وأماكن أخرى، وعليه فقد أقرت الحكومة السعودية في يوليو من عام 2006 بضرورة مراجعة وتحديث كتبها الدراسية وإزالة كافة الفقرات التي تروج للكراهية تجاه الجماعات الدينية والأديان الأخرى. وقد ذكرت الحكومة السعودية أنها سوف تستكمل هذه العملية مع بداية العام الدراسي 2008. الخرابيط موجودة ما ننفيها، لكن اللي عندك من الدولة من خرابيط الكفر واللعانة اللي تقودها الدولة وطواغيتها ألعن وكفر. لا تلبس، اتق الله، لا تلبس الحق. أنت اللي قاعد تخربط، أنا ملبس أنا. لا تلبس الشر اللي عند إخواننا المجاهدين، ما يجي ولا عشر معشارة اللي عندها الطواغيت الأمريكان الملاعين اللي يحكمونها الدولة. المملكة العربية السعودية العلمانية الأمريكية بين قوسين علاقتها بأمريكا علاقة استراتيجية وقديمة وخدمة له، عفوا شاهدين على أنفسهم بالكفر، شاهدين على أنفسهم يفتخرون وبلا خجل ولا حياء، ومشايخهم دايسين بن على ما يسوون شيء، ولو مشايخهم فيهم خير كانوا لعنوهم وكفروا بهم. اسمعني هم الآن يا يوسف هم الآن اسمعني، أنا مستعد تقطع قطع قطع عشان هالكلام، هذا كلام حق يجب أن يظهر.